كي لا أكون هذه المرأة ذات 90 عاما في الجبال البعيدة، في الجبال ذات القمم المرتفعة التي تتجاوز 5000 متر كقمة كليمنجارو في إفريقية، أم الأمم، تلك المرأة ذات 90 عاما، ماذا ستفعل بتاج عيدها؟ ماذا ستفعل بالسنوات التي أرهقتها بفعل سن اليأس، بفعل الولادات المتكررة، بفعل العشق الذي كان يشبه ملكة النحل؟ كانت أم الذكور، كانت أم العاشقين، كانت أم الضائعين. ماذا سيفعل بها الميك أب أو البوتوكس أو العطور الفرنسية الجميلة؟ ماذا سيفعل بها إن جددت حياتها بترك لبن الإيراني أو اللبنة أو الزيتون أو الأكل الصحي التافه الذي يخضع لقوانين الأطباء الزائفة بأن تكرع في يوم واحد قدحا كبيرا مخلطا من الكونياك، من الويسكي، من العرق البلدي، من الفودكا الروسية؟ من السكي الصيني؟ هل نترك هذا الجسد وهذا العظم وهذه الروح ونضع به أجنحة على الكتفين كأجنحة أم فرناس قبل أبي فرناس ليطير طيرته الأخيرة أو تحليقه الأخير؟ هل نذهب من هذا الخنوع والتبلد أو هذا الانكماش أو الانزياح نحو ذات قميئة، نحو قمامة عفينة برائحة الجوثة المستفحلة؟ من يأتي لي بقوارير كبيرة من الزهر الشامي، من الورد الجوري كي تعطي رأيا؟ هل أنزع من دماغي الفص الموجود في القحف الداخلي من الذاكرة وأمسح بها بماء الديتول والمعقمات كل الذاكرة؟ أين سأكون أيها الإله؟ هل أنا في جنة؟ هل أنا في جحيم؟ لماذا وضعت كغنمة سوداء جرباء أو كخروف هولندي أبيض؟ اللعنة، اللعنة على البشر، اللعنة على كل ما حكي لنا وكان مجرد ترهات وضحكا على الذقن وبلل الذقن، اللعنة على الرسم، اللعنة على الألوان وعلى القماش، اللعنة على الدقائق والثواني والأيام والأشهر والسنوات التي أضعتها على الكرة الأرضية، اللعنة على ذاتي أنا أولا وأخيرا. لم يكن لي شأن، لم يكن لدي حيلة من أمري، أغلقت المنافذ، وصدت الأبواب،
أنا في غرفة بلا نافذة ولا أبواب، يرمى لي من تحت الجدار بنفق مخصص للجردان لحبات قليلة من البرور الفاسد أو من البصل الذي أصابه العفن. ما هذا الجحيم؟ جحيم في داخل حياتي. أنا أطلب منك أيها الله أن تعفيني من الجحيم، وأن تعفو أيضا عن كل البشر من الجحيم، وخاصة الذي يعرفونني، ليأتوا غدا في الصباح ليأخذوا مني بركة هكذا لمسة بسيطة شفافة كي أعطيهم بركتي.